أحسن الله إليكم. نستقبل أول اتصال في هذه الحلقة من المتصل أبو طارق من حائل. نعم أبو طارق، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مساك الله بالخير يا شيخ صالح. مساك الله بالخير يا شيخ. الله يجزاك خير، صدر أخيرا قرار من وزارة العمل برفع الرسوم على العمالة الوافدة 2400 ريال بدل من 100 ريال سنويا، وهذا يا شيخ صار فيه ضرر علينا احنا لمسنا الضرر. العمالة بدأت ترفع الأجور، وسمعت يا شيخ مقطع من عند الشيخ الطريفي أو الطريفي حرم ذلك أنه من باب المكوس. فالله يجزاك خير يا شيخ، أنتم مجلسكم المعطر، مجلس هيئة كبار العلماء، لو خاطبت وزارة العمل بالحد، لأنه هذه طال عمرك فيها ضرر على المواطن وضرر على المقيم بنفسه. طيب شكرا لك يا أخ، شكرا لك، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ أبو. والله يا أخي هذه مسألة نظامية تراجع فيها الحكومة. نعم. ويطلب منها رفع الضرر، هذا هو الذي تعالج به هذه المسألة. نعم. هذا لا يتعلق بنا، إنما يتعلق بالنظام وبالمسؤولين، فراجعوا المسؤولين جزاكم الله خيرا. نعم.